مساء الخير، تحية لكم مشاهدينا مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. مثل العادة الطلاب بالأكاديمية نشاطاتهم كتيرة وتفاعلهم مع بعض دايماً له نكهة خاصة. بحلقة الليلة رح نجول على أخبارهم لتبقوا على اطلاع حول كل شيء جديد بالأكاديمية. البداية مع صف الغناء مع كارلا رميا. ما بديش أخذ بحد شعرك داري بضعليك لا تنسي. بونجور الورد مساء النور. اهلا، كيفكم؟ يلا وين الكل؟ كان معكم لا المسرح بقطة الهيدا. شو عم يعملوا؟ لا بالديمو، عم بقول له كنترول بالديمو. اوكي يلا بليز تحضرون مشان عملت لك دول. يلا اي خير عشان نقوله من النهار. فولكلور مصري، هولي فولكلور مصري. كان بعد عنا ثلاث بلدان ما عملوا الفولكلور تبعهم، مصر وجزائر وتونس. تونس تخبى راح نسيم ركض. رح نبلش مع المصري على السريع لانه بعد عنا في حضرتكم شي مهضوم بدنا نعمله. يلا تفضل. نبقى هلا مع لوحه من الاغاني المصريه، لانه هول كلنا بنعرف، كلنا بنعرف مين عملهم. يعني سيد درويش حاجات قديمه قوي، يعني مش عارفه حروفها. اوكي يلا. نسيم حلو. نسيم بلش لنا حتى بالتحيه التونسيه. برافو. ألف يا سلطاني والهجراني كوين. يلا بس جملة جملة مروان، ما دق معه عن جد لأنه الإيقاع كتير ثقيل، يعني إذا بيغلط بضيع. ألف يا سلطاني، ألف يا سلطاني. لا تابعين صلح. قول على بعد. ألف يا سلطاني. بس يا ريت بتعطينا طبقة معتدلة. طبقة سيبوها انه نقدر. ألف يا سلطاني، ألف يا سلطاني، سلطاني. كيف؟ ألف يا سلطاني، ألف يا سلطاني، والهجراني كواني، والهجراني كواني. ألف ألف. اسمعوا، بدي تكونوا كتير مركزين معي تتزبط معكم الحركة. أنا حبيبي بس ثانية لأنه كتير ثقيلة هيدا، بس تحفظوها بنعمل اللي بدكم إياه. أنتوا رح تركبوا قصص ثانية عليها. أيوة. تراث ليبي ولا يعني. شوف هي انا اخذتها من شيء بتعرفه ما بال من كابسون، بس بدي انه تزبط معنا ونقدر نغنيها مع هيدا. شو هو مدام؟ شو هو؟ خليكم معي. طم طم طبا مع بعض. ستوب. طم طم. شوف ستيب باي ستيب لان ثقيله. طم طم طبا طم 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 طم. كلكم حسيت عندكم مشكلة انه وقتها بنكون عم نعمل غنية وطابلو، غنية تمثيل، غنية ورقص، في شيء هيك بده يروح على حساب شيء. بقى اذا فيكم تعملوا هيدا التمرين على طول، هيدا الشيء بيقويكم، يعني بيعطيكم اذا بدكم قوة اكثر انه تعملوا شغلتين بنفس الوقت. برافو علي. يا علي. يلا اوكي. لا شيء كثير منيح. طم طم. برافو. يلا لينا. لا احمي بعد دينا. دينا حنان حبيبة
بس طلقتيها القطيه هيك من جوا. ايه بام بام. بعد مره ايدك اضربي ايدك هون ورجعي حطيها. يعني يلا شوفوا يلا ستوب ما حدا يعمل طلعوا فيي. بام بام عملتها والله. بام 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 بام. اوكي بام 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 يا بريك ومنرجع لأخبارنا خليكن معنا. من بعد تقسيم الأغنيات بصف كارلا دينا زعلت من مروان، فشو كان السبب وكيف رح يحل مروان الموضوع؟ لا انت اللي بتنقيلي وبتقولي اللي بدي اياها انا. اوكي بدك اياها هيديك تنزلي. طب شو بك على الصف؟ لا مش حكيت بدي اياها انا بعدك مثل هونيك حدا هلا بتزعلي بتعملي الاخبار. انا فت حكيت كلمه جيت سميتي انت قلت انه انا هي بتلبق لك وهي بتلبق لها. شو قلت انا؟ اوكي ماشي بس دلوقتي مدام كارلا بتسالنا بتقول لنا الاغنيه انهي واحده مرتاحين فيها. شلتي لها انت يا سيدي. انا سبتها لهايدي. انت زعلان ليه؟ الاغنيه اللي انت عايزها لهايدي. انا كنت عم بحكي عن هيديك. اه بقى يا اخي لا يلا والله سبتها لهايدي خلاص انا مش عايزاها. تعي لهون بتزعلي بجي كمان وبدي اجي. اوكي مروان خلاص والله سبتها لهايدي. بتاخدي هيديك وعشوائي. انا قلت لمدام كارلا هيديك مش سبتيها. بتاخدي هيديك يعني بتاخدي هيديك. اوكي انا قلت لها بدك تزعلي زعلي ماشي على مهلك ترضي. اوكي خلاص انا والله العظيم قلت لها خلاص الثانيه الهايدي وهنا دي مرتاحه في دي. اه عشان سالتها. لا خالص والله ما زعلت ولا حاجه. اتفضلي. زعلت بس حته ناقصه حسيت ان انا احساسي فيها حلو يعني. بس الثانيه حلوه برضه. انا بالنسبه لي لو خدت حاجه من الاثنين مش هزعل. أما مروان راح ناطط في وسط الكلام. مدام كارلا خدتني انا وهايدي يعني اتكلمنا واقفين. انت اللي دخلك بقى يا مروان في الكلام. لا 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 هايدي هتاخد حته ناقصه ودينا هتاخد اهجات. قالت له انت مالك يعني. مدام كارلا اتنرفزت قالت له انت مالك انت. راح قال لها لا والله دي لابقه على هايدي ودي لابقه على دينا. فطلعت بقول له انت مالك يا مروان يعني انت بتتكلم كده ليه يعني. ما بحبش اللي بيقلل مني يعني. انا اقدر اقول الاثنين خد بالك يعني. اه طبعا ما عنديش مشكله ادخل بوشي واقول الاثنين. ده لو انا عايزه اشتغل على نفسي واعمل ده. طبعا وقلتيها كويس قوي يعني. ومش حافظاها ولا عمري سمعتها اصلا. يعني لسه اول مره اسمعها من هايدي وانا بغني النهارده. او قلتها كده تخيلي بقى لو سمعتها. قال لي وحياه ده لهايدي اللي هتاخد حتك ناقصه وانت هتاخدي دي. قلت له مش انت اللي بتكرر على فكره. انت ما تتعصبيش لا نرفزني طبعا. اهجات والله العظيم انا قايله امبارح بالليل قبل ما انام ان اغنيه اهجات احلى يعني. ولمين بالنسبه لي انت هو هايدي. انا قلت لي لقلي لو قلت لي لقلك نزلت حكيت هيك ولكارينا انت وانت تنزل اصلا تتكلم ليه مالهاش لسان. وعم بمزح هي هايدي مالهاش لسان تقول يعني انا ارتحت في ايه وما ارتحتش فيه. عم بمزح يعني. مدام كارلا وقفت معانا قالت لنا ايه اللي عجبكم في يعني انهي اغنيه ارتحتوا فيها. قلت لها انا بالنسبه لي الاثنين حلوين بس لسه بقول بس لقيتك مروان راح لا هايدي هتاخد شعبها ودينا هتاخد. ما قالش لا والله العظيم لا ما قالش لا. قلت انا دينا هتاخد هيديك تاخد هيديك. شفت انا عم بمزح والله العظيم مش نيه. والله العظيم مش نيه. ليك بقى عم بترجيك ببسلك اجرك يعني. كلي كف عنيك وخلصنا. مش قصدي كنت عم بمزح. بدك تزعلي زعلي سمعتي. ما فهمت انت عارفه انه انا قصدي نازل انه انا اقول هيدي لهيدي. انا فكرك بحب هيدي اكثر منك يعني. فكرك انا بفضل انه هيدي تغني مثلا هيدي اكثر منك. يا مروان مالهاش دعوه بالحب. يا مروان ما خشصت حقصت انه ليه بقى صوتي مش انا نازل عم بمزح. شايفين عم بتضحك كانت وعم بكمل مع مزح. قالت لي وقف. شو بك دخلك؟ جبني امبارح اصلا احنا متفقين. انا قلت ان دي احسن على صوتي من دي. حبيبه عمري انا ما سمعت. حبيبه قلبي ما سمعت. انا حد سمع حاجه ولا مدام كان خايف انا ومروان امبارح وقت قال وانتي ما اختي انت ما شيء كنا قاعدين بالليل. انا ما سمعت شيء والله العظيم. انت لا مش انت اللي عباس اللي قال لها لا دي بتاعتك. لا 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 انا قلت ان دي حلوه. ما قلتش
بدي اطلع على الاوضه دي او راجع بدي اطلع اجيب جاكيتي ماشي ما تقلبش الموضوع بس ما تقلبش الموضوع انا اللي قلت مش عباس طب خلص اسكتي مش لالي انا قلت لو قلت لالي انا ما كنت نزلت اصلا نزلت بمزح لينا يعني تقبل الموضوع ببساطته انا نزلت بمزح عم بحكي لانه هيديك سمعتها لالك انا وحيات الله مش عارف شيء من الموضوع مش عارف انه انت هي اللي تبقى صوتك الله ان شاء الله بتاخديها والله العظيم ما بزعل والله خلاص يا مروان ما بديش خلاص بدي انا مش بزعل اذا مش حتاخديها بدي اكسر الدنيا ما حتاخديها والله اوكي بدك تاخديها ان شاء الله بدي اكسر الاكاديمي كلها انا اغني هيدي حته مني لا انا عايزه حته ناقصه ما بديش بدك تاخدي هيدي اهي جت هيدي اللي عم تغنيها كانت هيدي بشكل كثير منيح وحافظتها من امبارح بدك تاخديها انت ما تاكل فيها ضرب ولا كلمه انت سوا لك مع دينا يا ابني اصلا مش احنا اللي بنكرر ما دام كرر بتكرر طب خلص اوكي اساتذه عمر بيكرر توضحت الأمور بين مروان ودينا وهايدي رح نبقى مع أخبار مروان ومحمد عباس يلي قرروا يخلوا حنان تعصب من تعليقاتهم عليها حبيبتي الفرق ما بيننا مروان هقعد مع حنان شوية واجيلك شوف في موضوع نسائي خاصة لازم نتكلم فيه حنان بس بعدك ناصحة ما في شيء بغير هالشيء يعني. حبيبي أنا كتير كتير مش ناصحة أنا كتير كتير وكتير كتير حنان يحرق حريشك يحرق حريشك الوزن الإجمالي الوزن الإجمالي والعادي للبنت هو 65 كيلو 60 كيلو ليه يا حبيبي على حسب الطول بجد طب 55 كيلو أنا طولة 72 متر و 72 متر قد إيه؟ متر و 72 عظيم البنت اذا طولها متر 70 قد ايه كان لما دخلت قبل 70 اسمع ايه هلا ده صار هلا انا 60 كيلو 68 والله بس هي عظمها عريض انا عظمي عريض مش انت عم تحكي جد انا ساعه انا عم دايرها واستلمها وانت بتعاملي لي بس هي انا عم برري لي على اشياء انا عم بتمسخر يعني انا ما انت قصيتي خالص يا هيدي هو بنزل لا بس انا بتعرف ان انا اضخم من حنان كوزن بس انا هنا ما هي عظمه هي عظمه مش بتطلع انا هي كثير كثير ناصحه هيدي كثير بدكم شغل كثير لا بس انا خسيت 4 كيلو بتعرف شو بدكم شرك دايت كل واحد بده شركه كامله تكمل تظبط حالها وانت حبيبي محتاج لك تنصح يا اختي ما بدي انسى عشان تبقى على التيفي قلبي شو مش المحليه انت ما بتطلعش في التيفي اصلا ما بتطلعش بيظهر شعرك بس وصوتك لا بتعرف شو المشكله بتعرف شو المشكله ان تاتا توقف معي وقف معي دقيقه بس افحد اذا بتريد افحد يطلع الفيو بس مش قاطعين ما بيقطعوا يعني ما بيقطع تبع السفر عرفت هاي بيقطع ما بيقطع بتقطف يا اخي ما بتزبط ما بتزبط ليك خزلعان ما بدك بيظهر على التي في 100% خزلعان بس انت ما اكلم بجد في حاجه البرامج اللي فات كنت فعلا مليان نحن شفنا امبارح بجد كنت فعلا مليانه بجد بالعكس خالص ليش بالعكس طب بالعكس طب ليش بالعكس طب العالم بتشوف شيء انا ما بتكلمش لا طبعا يعني بتزعل بتزعل لا تزعل لا خالص عن جد لا هو واللي كان بتزعل عشان تزعل حنان ما انا بحب احكيك اللي كانوا بيغنوا وراقي في مين دول اللي كانوا بيغنوا الاثنين دول كنت مليان بالعكس الاثنين دول انا بالنسبه لي لا دقيقة. خصوصا ماشي هول الرقصات اللي عم يرقصوا معك باينين حسكات باينين كردونات حدك يعني كردوني هم قصيرين ما خص لا 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 بس بالنسبه لك يعني مش عيب اللي انا اقول لك حاجه حقيقيه لا قرينا طبعا يعني انت امبارح اما قرب من وشك عامل زي الطبله البيضه اللي بتاعتنا اسمه ايه والله العظيم لو حكيت اي حاجه لو كمان بقى المشكله في حاجه ان هو امبارح اللي هو كان عامل لك شعرك فوشك بقى باين زي والله حصيت مثل صينيه القهوه مثل صينيه القهوه وايه اللي عامل ايه هم بقى يقربوا شربوا مر الكاس الحق اللي يشربوا انا حلوه وعارفه حالي انا رفعت بريك صغير ومن بعده منشوف كيف كانت السوشيال ميديا نايت نرجع لأخبار الطلاب يلي اجتمعوا مثل العادة مع الفانز من خلال تويتر بالسوشيال ميديا نايت. We are ready. عباس. علي الفيصل هاشتاج علي الفيصل عباس أبدعت بالبراين كتير أنت وعلشنا عن خليجي غني خليجي مع علشنا وخليك معاه دايما جواكم جوكم بطل. مرسي علي مرسي. في جدك يا عز الناس في جد الحب والطيبة وانا ملي في هالدنيا سواك طالت الغيبة
انا من اللي في هالدنيا سواك طالت الليل. اوكي ماريا انيسو مثل الشاب العربي انيس مابل انيسو مثل الشاب العربي صوتك كثير حلو احساسك احلى دير بالك على مابل وخليها بعيونك نحبكم غنوا مع بعض ثانك يو ماريا يلا انيسو Just give me a reason, just a little fix enough. Just a second when I'm broken despair. You can fall to love again, it's in the star. It's been written in the scars of my heart. When I'm broken despair, and you can fall to love again. Thank you. ما أبو حياتي عندك جمهور كبير كل يوم عم بيزيد أكتر وركزي بالإيفال وخليكي مع رافة وحنان وغني الأنيس بحبكم منيس. Thank you. L is for the way you look Barbie. At me. It's for the only one I see. V is very very extraordinary. أسعد keep مروان يوسف keep going so proud of you thank you نهى عز مروان ملك جمال الأكاديمي خليك مع ملكة جمال هايدي بالحب المغرب حنان لا تمثل المغرب لا 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 حنان تمثل المغرب thank you يا أحلى fans ملاك هايدي يا صاحبة الأخلاق والطيبة يا بنت السعودية ركزي ركزي ما نبي نشوف دموعك شدي حيلك وسلام العلوش وأنيس وغنوا سوا الله أغني لكم إيه؟ نغني سوا إيه؟ نغني سوا؟ نغني سوا أم نادي عصايد نسومي وراء جمهور كبير في العالم العربي سلامي للملك علوش وهايدي تهبلوا مع بعضكم غنيوا غنيوا تونسي بنت مصر العسل بنحبك يا أخف دم بالأكاديمي ركزي كويس بالصفوف خلاص هانت مش عاوزينك نومني تاني قولي بحبك وغني لي يا سيدي سارة بحبك بحبك يا سارة ما تقوليش في الغناء يا سيدي أنا بالكيدي في موتي يا سيدي طيب سارة فهد علوش ابدعت بالبرايم سلم لي على السلطان حنون وغني لها طبيعي منك غارون طيب ما انا حافظ الاغنية بس شفت ليش بحبوك عطهم درس بعيونك عطهم درس بعيونك مجنونة حنان وإيهاب سلام على أطيب قلب حنان مبروك رجوعك آخر مرة إن شاء الله آخر مرة إن شاء الله سلمي لي على عليك الحماق عليه وإيهاب وغني لي إسباني أنا ما عرفش إسباني بزاف عارفة واحد أغنية في الإسبانيول هي Perdóname غنيها لي Perdóname preguntaste el porte
هاخذ فيرتي هالكون جونو نسي بوريستوي ماس بيزون نمي. دائما دائما نفسيتنا نفسيتنا تصير احلى لما نسمع الشيء اللي انتم تقولوا لنا اياه وتشجيعكم لينا تشجيعكم المابيل كمان. ثانك يو سو ماتش جايز. وتحيه لسهيله. بريك اخير بحلقتنا الليله مشاهدينا وبنرجع نحن وياكم. منتابع يوميات الطلاب ومننتقل هلأ لنشوف كيف كانت ردة فعل الطلاب بعد النومينيشن وكيف تقبلوا الموضوع. أول نوميني يا حقة في إيه؟ هايدي. بحقيقي ولكن تفضل يا دول. شكراً يا دول. النوميني الثاني علي. نعم حبيبي. هذا اللي قاعد اشوفه. انزل تحت بيعطوني الف غلط والف عيب انا متاكد. لانه مستحيل يطلعوني يقولوا ما في عيب، مستحيل. لكن قول لي اقنعني، ما تقنعني. تكلم يا اخي بمنطق، احنا نتكلم بواقع. ما مو معقول يا اخي، والله العظيم مو معقول. أنا ما زعلان عشان بطلع، أول شوفي تصويت جمهوري أنا أنتي، واحد يطلع واحد يرجع. أنا ما عندي مشكلة أطلع، بس يا أخي ليش؟ تلهش. ليش تطلعني؟ لسه يا أخي لسه بدري، لسه أنا ما غلطت. طلعك اليومين عشان تصحصحك، يا عمي ليش تصحصحني؟ هو أطلع يرجع. والله العظيم يا أخي. اوكي انا الروق بس يا اخي في اشياء بالمنطقه احنا نتكلم. انا ما عندي مشكله لو غلط طلعني انه من يا عمي خلاص متغير تصويت حبيبي اوكي انا برا ما عندي مشكله. اللحظه اللي كنت خايفه منها من قبل ما ادخل الاكاديمي انه اقف موقف ممكن اتظلم فيه عشان ريسك الحظ فاهم؟ بحال بدك تبقي ترجع تقبي، بحال بدك تفلي خليكي بصورة حلوة. من جد؟ صح. ايه اوكي. ما عم مش عايزة بجد اقعد كثير معاك. جايز ايه ايه. ممكن تيجي انت؟ بص بس مش عايزة اتكلم موضوع لو عايزة تفلي بتطلعي بصورة حلوة الكلام ده. ليك انت ما رح تفلي، عم اقول لك هيك بس كلمه انه بدك تتقبلي كل شيء، بدك تتقبلي كل شيء، ما في مجال بدك تقعد دبرسي ما رح تعملي شيء بالبراين، ما رح تعملي اي شيء. بس الفكره في حاجه انت طالعه مع علي حلو؟ مالهاش علاقه بقى هيدي علي مين تصويته ومش مين تصويته. حنان كانت بتطلع مع ناس انا من وجهه نظري الناس اقوى منها في ان هم محبوبين، انا كان من وجهه نظري ومع ذلك حنان بتاخد تصويت الجمهور. انا عارف ان انت عايز يعني تطمني يعني هي مش لا مش مساله تطمنك، انا بتكلم ان انت بالنسبه للناس والناس اللي شايفينه لو هم حتى بيحبوك بيحبوا علي بيحبوكي الجمهور بتاعكم انتوا الاثنين بس انت تستاهلي ترجعي بالنسبه لهم على علي. ليه؟ عشان علي كذا مره طلع الناس هتشوفها كده، ده من وجهه نظري. انا عارفه بقول لك ايه خلاص كان هي لعبه وانا يعني ايه بصي يعني حاولي انا ممكن هي فعلا لعبه هي فعلا مش مش منطق ومش عقل هو لعبه. الأساتذة اجتمعوا بالنومينيز وشرحوا لهم سبب تسميتهم لهم حتى يعطوهم فرصه يشتغلوا على نقاط ضعفهم. هاي مساء الخير. اهلين علي. اهلين.
علي انا ما صار لي من شوي شوف التلفزيون، بس خبروني هلا انه انت عندك سؤالات حابب تسالنا اياها. ايه سالنا انه يعني ايش كان بس الغلط بس لانه في البرايم استاذ عادل شراره قال لي برافو انا قاعد اسوي اللي سويته، وفي ليفال يعني غنيت حلو في ليفال. طيب حدا بحب يجاوب عليه كصوت بالاول وبنرجع نحن بنحكي. هلا انا بشوف انه مثل ما قلت لك بالصف انه عن البرايم انه انت كنت منيح، لان عم تغني اول شيء اغنيه انت بتعرفها وبتحبها، بس انا كان عندي مثلا بعض المآخذ على شوي الافلات الرسوات وين كنت عم تكون ممكن بس خليني اخلص لك ورجع انت اللي بدك اياه. طيب اوكي. هيدا واحد بالنسبه للبرايم. اثنين بالنسبه للايفال، انا بشوف انه كان فيك تغني كثير احسن، لان انت عم مفروض تكون عم بتنقي فنان كثير انت بتحبه ومتعلق فيه ومتاثر فيه وحافظ له اغاني كثير. حسيت صوتك بالغنية مش واضح، عم يرجف، ما حسستني بالغنية، يعني أنا مش ما بعرف كتير الأغنية، ما حسيت فيها أنه فعلاً علي مسلطن أو مرتاح أو عم يعطينا الأغنية فعلاً مثل ما هي. ونحن وقت ما نكون عم نسمعكم عم بتغنوا هون بتجوا ورا بعضكم بدنا نفوت بتفاصيل، كلنا بنفوت، يعني مين كان مرتاح أكتر، مين اشتغل أكتر، مش يعني أنه أنت ما كنت منيح، بس يعني أنه ممكن أنه كان في إيفاليت عطيت أحسن، كان في أصوات كانت مرتاحة أكتر. هلا لما وصلنا نحن اليوم لهون صار رايح نصكم تماما، صرتوا كلكم قوية وصار كل حدا بيتوقع انه هو يمكن يطلع توب وان ويقوم يطلع نوميني، يعني صرتوا كلكم عم تشتغلوا منيح، ما بقى عنا نحن حدا عم يعمل كتير سيء لحتى التانيين يكونوا اكيدين انه هيدا صار نوميني. انت اللي صار معك بالنسبة للكل انه كنت متوسط باثنين، ما قدرت انه يعني ما كان في حدا اقل منك بكتير او اقل منك، هيدا يلي نحن شايفينه. بزعل انه انت تكون مش مقتنع، يعني حاسس انه انت مظلوم لانه نحن ما عنا ولا اي سبب انه يكون علي مظلوم. نحن بخليني بس فسر لك، انت ما بتعرف لان قديش نحن منحبك، يعني نحن ما عنا ابدا اي سبب طبعاً. انه علي نحطه، يلا لو هو منيح حطه، لو في غيره عاطل حطه، في عده امور كل الاسبوع بتتركب على بعضها لينشاف مين ومين ومين. واليوم نحن اي حدا بده بالنهايه حدا بده يفل، ما في كل اسبوع في حدا بده يفل، قد ايه 8 9 اشخاص كلهم قوايا، كلهم عم يشتغلوا، كلهم طحشين، كلهم عم يتطوروا، كلهم ماشيين مثل كل بقيه البرامج. كيفنا؟ عم تبكي؟ قالوا لي عم تبكي. أكيد يعني أنا اتصدمت، بس عشان أكيد أنا كنت يعني حاسة أكيد إن ممكن أطلع نوميني، بس الفكرة إنه كان معالي وكان اتنين بس. الصدمة وين؟ حقلك وين الصدمة؟ الصدمة إذا بتعرفي أنا رأيي فيك وأنا زيتني حطيتك نوميني، شو رأيك؟ هون الصدمة بقى. أكيد طبعا. أنا يلي بعتبر إنه هيدي البنت من أحلى ما إجا أصوات وما ناقصك شيء، وشكل وشخصية وضحكة وصوت جاي من هداك الزمن، بحسه توصليني حطك نوميني؟ لا بدي 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 أنقذك، بدي أعمل إنقاذ. ما في كيف الأول شيء الطبيب بصير يعطي دواء، بعدين بقول خلص بدنا نعمل تدخل، بدنا نعمل عملية، بدك عملية. صار عندي يعني صرت مرتاحة أكتر، إدائك أحلى، إحساسك أحلى، صرت تقدر تخلقي تفكري بشي بمشهد، وأنا هيدول كلهم إشياء إيجابية شفتها. يعني أنا بارح من الإيفالات المقبولين، مقبولين جدا، في أقل منك وفي أحسن منك بكتير كإيفال، بس في اقل منك كان، عرفتي شو قصدي؟ فبالتالي انا بالنسبه لي مبسوطه، بس ضلك بليز ضلك على هالطريق. اوكي ما نتكل انه صوتنا حلو، لانه بالاول كانت هايدي متكله انه صوتها حلو وعندي ماشي. اوكي الحمد لله بقيت احسن. ايه انت بذاتك عم تتعذبي عندي بالصف، يا اما لا؟ اكيد. من اي ناحيه؟ من ناحيه طبقه صوتك، طبقه صوتك كبيره بس ما تفكري انك بتطلع كتير كتير. انت عندك نزول اكتر من الطلوع،
ولاحظتي انه قديش اشتغلنا وجبنا الصوت لقدام توصلت للمي بيكار. وقبل ما ودعكم بدي اقول انه يلي فازوا بمسابقه السي بي سي هالاسبوع اساميهم عم تمرق باسفل الشاشه، فيكن انتو بدوركن تشتركوا وتربحوا عبر www.cbc-eg.com. انا بلاقيكم بكره مشاهدينا بحلقه جديده، باي باي. بنت عربية يا لو زي حبك من قلبي وانت يا حبك من احلى من سحبت الورد وجننتي لما بقول في خلص دينا لو ما سهراني انت ما كنت تضل ولولا سهراني رفايا تعال ما كنت ما بدي لا 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 ابيك بعيني وبقول لك غني ثلجك المحبه وشمسك الحريه وطني احكي حزن ضلاي ليش هالقد بحبك يا غايه الغايب حبك يا عيني لانك غني